السلام عليكم متابعين قناة زين كوزين فاسيل. كي داير لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنىكم ان شاء الله كل شيء تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم البطاطا الحلوه سلطه، يعني شلاده بالبطاطا الحلوه، كتجي زوينه بزاف. البطاطا الحلوه والزبيب. انا عندي البطاطا حلوه، عندي وحده كبيره بحال هكا، يعني كل واحد القياس قداش ما بغى. عندي هنايا شويه ديال الزبيب، زلافه، يعني نص ديال الزلافه ما عامراش. عندي هنايا الملح وشويه ديال القرفه، نص معلقه. وعندي الابزار، وعندي هنا 50 مليليتر ديال الزيت، يعني اللي غادي يطيب ليا فيها البطاطا. غادي ندوز البطاطا، نقطعها، انا ديجا قشرتها وغسلتها. كل شويه قاسحه. غادي نقطعها كرويات صغار، نحطها في هذا المستحسن. كتشوفوا غنديرها غير كرويات صغارين بحال هكذا. نقطعها بحال هكذا حسن بين يديا. كنجيب واحد المقله ولا مرميطه بحال هكذا، كي كتشوفوا. المهم اللي طيبنا غادي نطيب فيها. كنديرهم غير كرويات صغيورين، يعني ما يكونوش كبارين بزاف. غنستمر بحال هكذا حتى نكمل هاد البطاطا اللي عندي ونطلق. من بعد ما قطعتها كي كتشوفوا كنقطعها هكا كرويات صغيورين. دابا غادي نديرها فوق النار، نقص لها النار، بصح النار تكون ناقصه باش كطيب. كندير لها الزيت، وكندير شويه ديال الملح على حساب القياس. كندير هذيك القرفه، وكندير الابزار والزبيب، نخليه حتى الاخر حتى تقرب الطيب عاد نديرو. ما غاديش نسد عليها، نخليها تطيب غير بحال هكذا. من بعد ما طابت كي كتشوفوا هانتوما، الا حطيتو عليها كتهبط، والا خليتوها بحال هكا يعني كطيب نورمال عاديه. هانتوما نوريكم وحده، ها كتجي بحال هكذا. دابا غادي نزيد عليها داك الزبيب. وكنبقى كل مره كنحركها باش ما كتلصقش ليا، وكطيب كلها متساويه. كي كتشوفوا كتبقى صاينه كيف ما كانت، ما كتعجنش.
الصالاد ديالي من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هكا كي كتشوفوا ها نتوما كتجي بحال هكذا كتجي طايبه وكتجي زوينه. انا كنقدمها هكذا مع طرف نتاع السيترون ولا الليمون يعني كيبقى اختياري كل واحد. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.